قال سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمار وزير الاسكان ان الوزاره تهدف خلال الربع الاخير من العام الجاري الى انهاء العديد من الاجراءات الخاصه بطرح حزم جديده من المشاريع الاسكانيه وزير الإسكان أكد أن الوزارة تسخر طاقاتها لتنفيذ جميع المشاريع المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية تنفيذا للالتزام الحكومي ببناء 25 خمسة وعشرين خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية على مدار أربع سنوات كما ورد في برنامج عمل الحكومة مشيرا إلى أن جهود الوزارة أسفرت عن العمل في تنفيذ خمس مدن إسكانية واضاف ان الوزاره تدفع نحو تذليل التحديات التي قد تحول دون تسريع وتيره العمل في بعض المشاريع حتى تكون الوزاره جاهزه مع بدايه العام الجديد لطرح المزيد من المشاريع الاستراتيجيه في مختلف المدن والمحافظات